يلاحظ في موريتانيا منذ إنشاء كتيبة أمن الطرق التي يعهد إليها بضبط حركة السيارة داخل العاصمة وتأمين الوثائق ذات الصلة تغيرا مستمرا في شكل لون الزي الذي يرتديه جندي أمن الطرق، مما أثار استغراب بعض المواطنين عن كتيبة أمن الطرق شكلا ومضمونا. نتابع التقرير التالي مع الزميل محمد البلال. كتيبة أمن الطرق الموريتانية وهي في مزاولة عملها لا تخلو من مراقبة عين المرة التي تلاحظ العديد من الإخفاقات بالمسؤولية الموكلة إليها منذ إنشائها يوم كانت تحمل اسم الجنرال مسخارو الذي يرافقها في جميع محطاتها، بل استبدال طلاء السيارات من اللون الأسود والأصفر، ولا حتى تعيين جنرال آخر عليها نسب التسمية القديمة. أمن الطرق في موريتانيا لعله ينسي المواطن في التسمية بادر إلى استصدار زي جديد نظر إليه المواطن بأعين أخرى. الباسم مسقارو جديد في الحقيقه، ما هو متمدد بالنسبه لي، كان في الحقيقه كان زين نعود لا يخلوا الباسم الاول، وذا الباس في الحقيقه ما عرفنا بعض هو شنو يشوف الباس، ما هو متمدد عن بالنسبه لي تو. أمن الطرق مصغارو، هكذا يتعاطى المواطن التسمية دون الشعور بما تم استحداثه على الكتيبة المكلفة بتسيير وتأمين الطرق في موريتانيا. فرجل أمن الطرق مهما كانت التسمية التي يخاطب بها وشكل الزي الذي يرتدي ينبغي أن يتحلى بأخلاق رفيعة ومستوى عالي من معرفة التعاطي والتكيف مع الظروف التي يواجهها في مهمته. أنا قال ما المحترمي ولا مقدم مواطني، لو ضح لك وهذا الباس قال جابوا من الأول اللي استحقوا أولا، وثانية الماذي قاع عنهم الاحترام مو خالق المهابة، ما يخالق سيدنا عندهم الكبير والصغير لو ظهره وصغير وقاب، ولا الله يعطيهم العافية يعطيهم لا يعدلهم حالة ميدي المهم الأدب واللبسة هذه ما هي الأساسي الأقل. كتيبة أمن الطرق الواجهة الحقيقية لتسيير حركة السيارات في الشوارع المدينة، فضلا عن ضبط الوثائق ومراقبة السرعة وصلاحية وثائق السيارات، مما يحتم على السلطات ضبط وتهذيب شكل من ينوب عنها ويتعاطى باسمها مع المواطن والمستوطن. فتغيير زي ولون السيارات أمن الطرق قد يفتح التساؤل حول الأسباب والدوافع وينتهي عند أي لون زي يكون النهاية.